بسم الله الرحمن الرحيم مع بعض في مقاس 461 اللي هو علم الكودينج والكريبتوغرافي اللي هو الشيفره. ماشي، النهارده هنتكلم عن نوع اسمه فايجنير شيفر. ماشي، هذا النوع من الشيفره بسيطه جدا في مفهومها وسهله قوي قوي قوي. كان اول واحد اشتغل عليها او الفها واحد اسمه جيوفان باتيستا بيلاسو. ماشي، عملها سنة 1553. تخيلوا، ألف الشيفرة دي وعملها وما حدش عارف يكسرها. يكسرها يعني إيه؟ يعني يقدر يفكها، يعني يقدر يكشفها. ماشي، ويجيب البلين تكست الأصلي منها، ما حدش عارف لمدة 300 سنة. يعني أول مرة تنكسر كانت سنة 1863. تخيلوا، تمام، يعني بعد 300 سنه تقريبا، بعد 3 قرون قدروا يكشفوا الشيفره دي اللي عملها جيوفان باتيستا بيلاسو سنه 1553. تخيلوا، جميله وفكرتها سهله قوي. تعالوا نشرحها من خلال مثال. بيقول لي سبوز ام بتساوي 6. ماشي، هنشوف يعني ايه ام. اند الكي وورد هي كلمه شيفر، اس اي بي اتش اي ار، ده اللي هي الكيورد. هنشوف الام 6 دي معناها ايه. يعني معناها ان الكيورد بتاعتي طولها 6. بصوا كده معايا، 1 2 3 4 5 6. خلاص، يبقى الكيورد ام ب 6، يعني معناها كلمه الشفره بتاعتي طولها 6 حروف. فهمت الفكره؟ فدي ما تلخبطكش ولا تخوفك. خلاص، بيقول لي فايند ذا اللي هو الشفر تكست للكلمه دي، فور الورد دي. ذيس كريبتوسيستم is not secure. This كريبتوسيستم is not secure. طيب انا بقى بعمل ايه؟ بنمسك يا جماعه الايه؟ الحروف دي السي، عشان نفهم ايه اللي بنعمله. انا عندي هنا السي اهي، ادي السي، ادي اي، ادي البي، ادي الاتش، ادي الاي، ادي الار. حلو قوي. انا عندي الحروف بتاعتي اي وبي، هنا عندي A وهنا B وهنا C، اكتبهم اهو. انا كاتبهم لكم هنا على جنب عشان تبقى الامور واضحه وجميله جدا. اجيب لكم السبوره كده عشان تشوفوها. اوكي، يلا كده عشان تشوفوا الدنيا ماشيه ازاي. اوكي، تعالوا كده شوفوا الحروف اهي. ادي ال A وال B وال C وكده، وكل واحد مدينه الحرف بتاعه. يعني شايفين ازاي؟ كل واحد مدينه احنا الحرف ايه بتاعه. يعني هنا الايه بكام؟ الايه بكام مثلا؟ الايه بكام؟ بزيرو، والبي بواحد، والسي باتنين. حلو، هقوم جاي بقى راجع. خلاص اكتبهم، يعني قبل ما ابدا حل المساله ابتدي يا جماعه ايه؟ ابتدي اقوم جاي كاتب كل دول قدامي. اكتب كل دول قدامي، الاي والبي والسي والدي والاي والاف والجي وهكذا. هلاقي ان السي قدامها حرف اتنين، اكتب A B C. ال A 0 صح؟ ال A ب 0 تمام؟ وال B ب 1 وال C ب 2. هقوم جاي كاتب هنا 2 اهي، ادي أول واحدة. روح بقى عند ال I هتلاقيها 8. يلا A B C ال I هتلاقيها 8 اهي. فين ال I؟ اهي ال I اهي 8 اهي. خلاص؟ بنفس الطريقة انت هتكتب A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V، ها؟ تمام، لغايه اكس واي زي. ماشي، بالترتيب. خلاص اهو، اي بي سي دي اي اف جي اتش اي جي كي ال ام ان او بي كيو ار اس تي يو في دبليو اكس واي زد. بس حطهم قدامك هتلاقي دوت 2 وده 8 وده كام؟ 15 وده كام؟ 7 وده كام؟ 4 وده كام؟ طبعا 4 اي بي سي دي اي اهو، هنا 3 وهنا 4 اهو، صح؟ خلاص، ادي حاجه. طيب بمسك بقى، شوفوا الطريقه سهله جدا. يبقى الكلمه الكي وورد اللي هو مديها لي بنزلها وانزل الارقام المناظره ليها العاديه. خلاص، طب حلو قوي. 3 خطوات سهلين قوي. اول سطر اللي بالازرق بكتب البلين تكست اللي بالازرق ده. ده يبقى هنا اكتب قصاده البلين تكست اللي انا عايز ايه؟ اوديه ابعته، اللي هو ذيس. ماشي، this crypto system، ماشي، system اي ام is not secure. بكتبها حرف حرف ورا بعض.
خلاص اكتبهم ورا بعض بالازرق شايفينهم. تاني خطوة بجيب ارقامهم اللي مناظرة ليهم في الـ A B C اللي هم اللي انا كاتبهم دلوقتي اللي هو دول اللي هو الـ A بكام؟ زيرو والـ B بواحد. كل حرف من دول يعني مثلا الـ T 19 اهي الـ T فين؟ اهي ادي الـ T 19 بكتب هنا 19 اشوف الـ H 7 اهي اكتب 7 الـ I 8 اهي الـ I خلاص لعبة سهلة خلاص الأحمر ده كله الأرقام المناظرة الطبيعية من غير أي شيفت ولا أي حاجة خلاص. يبقى اللابل الأزرق ده اللي هو نفس الكلمة اللي هو إيه البلين تكست اللي هو من ده وبكتب تحتيهم مين الأرقام المناظرة ليهم في الطبيعة. طب وبعدين الكيورد بقى دي 2 8 15 7 4 17 أكتبهم أدي 2 8 أهي 2 8 15 7 4 17 خلصوا اكررهم تاني هما 6 يتكرروا كل 6 يلفوا تاني الف بيهم تاني يبقى خلصنا هنا لغايه ال 17 يبقى ابدا تاني 2 8 15 7 4 17 2 8 وهكذا ماشي 4 12 ماشي 7 15 7 4 17 بعد كده 2 8 15 7 4 17 خلصنا يبقى 2 8 15 حلو قوي. يبقى بكتب الكيورد لو طولها 6 بكتبه خلاص بكتب الكيورد واكررها خلاص لغايه ما اخلص كل حاجه تخلص اكررها يبقى 6 ارقام يخلص واخش على السته اللي بعدهم هم واكررهم تاني واكررهم وقت تحتيهم بعدين ابتدي اجمع يعني مثلا هنا هقول 19 و2 21 طيب ال 21 ده مين؟ في الاصل هنا بقى ال 21 بصوا كده في اقوم جاي كاتب في يبقى ده اسمه الايه الشيفر تكست. طيب هاخد ال 7 وال 8 15 مين ال 15؟ فين ال 15؟ ادي ال 15 بي يبقى هنا بي يبقى وهكذا. طيب الفكره بس في ايه اللي انا عايز اشوفها مثلا حاجه زي دي زي ال 17 هنعملها ازاي؟ 17 و17 دي مثلا الله وهيقول الله 17 و17 كاتب 8 كاتب 8 ليه؟ لان 17 و17 يا ابطال ال 17 وال17 تلاحظوا تبقى 34 يعني بص هفهمكم جت ازاي ال 17 وال17 المفروض تبقى 34 هتبقى لنا 34 صح؟ تقوم جاي ماسك ال 34 دي وشايل منها 26 تشيل منها كام؟ 26 يبقى ال 17 دي نشيل منها كام يا جماعه؟ 26 ليه؟ لان احنا بنعمل موديل 26 احنا بنعمل موديل 26 تاني ولذلك انا ايه؟ انا عامل السطر ده بعيد شويه عشان ما تيجي حاجه كده اهو المفروض 17 و17 دي تبقى كام؟ 34 بس انا كاتبها 8 هقوم جاي ماسك ال 34 دي شايل منها كام؟ 26 14 ناقص 6 تبقى 8 و2 ناقص 2 0 بقت 8 يبقى لاحظوا معايا اي ارقام كبيره ماشي تعدي بقوم جاي انا على طول ايه شايل منها خلاص تمام يعني مثلا قد ايه نشوف مثلا رقمين تاني مثلا زي دي مثلا ال 24 وال 17 اهي ال 24 وال 17 4 7 11 واحد معايا الواحد بقت هنا 41 يعني المفروض هنا تبقى 41 اهي تبقى 41 ده المفروض صح؟ انا كتبها بالاخضر فوقيها عشان تبقى فاهمين جت ازاي. 41 حلو قوي طب ال 41 اقوم جاي ماسك ال 41 شايل منها 26 هتبقى 11 على 6 5 ودي بقت 3 على 6 بقت 15 اهي 15 يبقى لو كان المجموع بتاعهم يعدي ال 26 اقوم جاي شايل 26 بس وخلاص اشوف بقى ال 15 هي مين؟ البي اهي البي يبقى نكتبها وهكذا وهكذا يعني كل حاجه تعلى عن ال 26 على طول تقوم جاي انت ايه؟ زي مثلا 19 و 15 هتبقى 34 تبقى 8 شيل منها 26 8 وهكذا يبقى البلين الشيفر تكست اللي بالازرق اللي هم الكابيتال بقى يبقى اللي بالازرق سمول ده البلين تكست الشيفر تكست هي دي. طيب هنقول العكس انا عايز المساله دي تبقى مسالتين ازاي؟
لو هو اداني الكلام ده كله كله هو هو قال لي الام بستة والكي وورد كده وكان الشيفر تكست اللي هي هات انت الاصل. شفت بقى ازاي؟ طيب هنعمل ايه؟ هنمسك ال 21 ماشي هتحط نفس الكلام هتحط 2 8 تمشي على طول نفس الحروف اهي اللي بالازرق الكابيتال خلاص اللي بالازرق الكابيتال اكتبهم وكل واحد هتكتب قدامه رقمه اللي هنا حلو اللي هم دول وبعدين هتقوم جاي تعمل عكس يعني هنا 21 اشيل 2 هيبقى 19 اهي يبقى تي ال 15 هشيل منها 2 هتبقى 13 هتروح لل 13 فهمت الفكره وهكذا يعني فاهمين كل واحده يعني كل واحده من دول نشيل 2 وهكذا ماشي يعني قصدي نشيل هنا لا هنا 2 هنا 8 15 هنا 8 من هنا هنا شيلنا 2 عشان هنا 2 البي ديت 15 هتشيل منها 8 بدل ما ضفت شيل هيبقى 7 7 اللي هي اتش وهكذا يعني ايه بدل ما كنا هنا بنضيف هنا ده نضيف ده ترجع بس هترتب نفس الحروف هي هي اهي خلاص وبعدين تحط الارقام اللي هي اللي هي بتاعه الكيبورد بتاعتي بالترتيب 2 8 كذا وبعد كده 21 ناقص 2 19 15 ماشي ناقص 8 تبقى 7 23 ناقص 15 هيجي لك وهكذا هيجي لك على طول هتبقى سهله وجميله جدا وتبقى جبت الاصل بقى يبقى عزيز كذا يبقى لو اديني الشيفرد تكست بدل ما اضيف لا اشيل احط برضو نفس الكي وورد بتاعتي بترتيبها بالاسود اهي وبدل ما اقول 21 زائد 2 لا ناقص 2 و15 ناقص 8 23 ناقص 15 ده ناقص 7 وهكذا على طول على طول على طول هيطلع لك الايه الاصل مين لان هتقول له جيب الرقم يجيب الاحمر تشوف الرقم اللي قصاده مين الحرف ويطلع بالايه الاصل البلين تكست اوكي يبقى احنا كده خلصنا هذا النوع اللي هو الفايجنير شيفر ماشي وان شاء الله المره الجايه نخش على الموضوع اللي يليه اوكي الله يعطيكم العافيه.